ايدك قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم. اسمع يا معو خافي خوك خافي خوك خافي خوك اللي انت كلاب بالحق وتسلى سني ونقلع المصدد بعروقة ونطلع الخنار. كان طلعت خنارك خير لك. اسمع يا معوز العوج متاعك سايبها على ناس اخرين مش علي انا. خافي خوك اللي خرج لكم عواركم تردوه هاوج اما لا جبتها لروحك. كيفاش تره شد عندك اسيدية هات تبدو عامل فيها عنطر في الزقاق وانت في الدار راسك ديما لوتا قدام مرتك. انا اي ديما متبس انا ديما عينيك مرخية انا ديما ذال عورت بينا يا خواف يا خرنقة. انا الكلاب وما ادراك نخاف من مرتي خاتي خوك. عجب ولا خليني ساكت ما تلزنيش راني ما نحبش العوج. تي محسوب محسوب تي ثم مرة عملوا مسابقة قالوا اللي خاف من مرته يجي على اليمين. الرجال الكل مشوا على اليمين كان الكلاب وما ادراك اتمسمرت في بلاستي وقعدت ثم. اي لا ماشي جت مرتك من بعد وسألوها قالوا لها راجلك ما جاش على اليمين كالرجال الكل اللي خافوا من سوينهم معناها راجلك ما يخافش منك. قالت لهم راجلي وسيته ما يتحركش من بلاصتا حتى نجي. المعوج بربي تنسلك اتفضل اسل مولا باس هاش فم. وكان النهار تربح مليار في البرومو سبور مثلا اشدني تره. اول حاجة انا كي نربح ما نقولش لحتى حد ولا باش لا من يطمع فيا ويبدو يتسلفوا حتى كان يردوهم لي. هي. مامتا يقولوا يا اخي هو عرق عليهم ما جاته من باب ربي. وثاني حاجة نمشي للمدام ونشد ميتلف ونرشقها عليه تقولي هذاك هو اللكمة 500,000 ونزيد نحدفها بها نرشقها عليها تقولي هذاك هو اللكمة 1,000,000 ونقمر ونرشقها عليها تقولي هذاك هو هذاك اللي مازال هذاك اللي هان عليك اللكمة 2,000,000 بياسات ونحطهم في خزويتة ونبعث هيلة جهلة لا تقرأ لا تكتب تتقول لك هذاك هو اي حتى تقوم الساعة. الله دايم الله هيها كلاب وانت كان تربح مليار في البرومو سبور ايش تعمل؟ دي انا مرة ديجا ربحت في البرومو سبور مليار ديجا؟ اي اللهم في المنام مشيت طول مبشر في عشيرة عمري. هاي ماك مقود يا اخي طاحت جت ما في عينها بلة. سبحان الله الخير كي يدز يدز مع بعضه. خاتي خوك تأليف نصر الدين جلول تمثيل حمزة داود نصر الدين جلول هندسة صوتية إبراهيم كمالة. إذا تقفصة مراية تتكلم.